أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة اليوم الغد، حيث يعود الاستقرار الجوي مجددا على المناطق الشمالية من الوطن خاصة الوسطى، لكن استمرار بعض زخات من الأمطار على بعض السواحل الشرقية كالطارف وعنابة، في حين تبقى الأجواء ملبدة على المدن الوسطى والسماء صافية تماما على المناطق الجنوب الكبير. بالنسبة لحالات الطقس خلال المساء ظهيرة هذا الجمعة، أيضا تبقى الأجواء صافية، أجواء ربيعية على المدن الشمالية من الوطن، سحب كثيفة لكن بدون فعالية على المناطق الشرقية، أجواء صافية تماما بمناطق الجنوب. درجات الحرارة الدنيا المسجلة صبيحة هذا الجمعة بإذن الله تصل إلى 5 درجات كادنة مقياس بالجلفة، 7 درجات بقسنطينة، طيف، برج بوريليج، دبسة، قلمة، ميلة وخنشلة، 11 درجة بجزائر العاصمة، 9 درجات بالسواحل الشرقية، 12 بوهران، 15 بالشار، 13 درجة بشمال الصحراء بغرداية، على بسكرة أيضا 16 بعين صالح، 15 بتمرس، 22 درجة بعين قزام. درجات الحرارة القصوى المسجلة ظهيرة هذا الجمعة تصل إلى 22 درجة بغرداية على شمال الصحراء، 27 بوسط الصحراء على عين صالح، 33 درجة بمنطقة تندوف، 28 بأدارة، 25 على بشار، 24 درجة بتلمسان، معسكر، تيار، البيض، 20 درجة بالجزائر العاصمة، 18 بعنبة، 22 درجة على السواحل الغربية. حالة البحر، سيكون البحر غدا بحول الله مستقر هادئ، رياح مختلفة الاتجاهات، شرقية تماما على السواحل الغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 15 كيلومتر في الساعة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة على أقصى السواحل الشرقية. المعلومات الفلكية، وقت شروق غروب الشمس في الجزائر العاصمة وضواحيها. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.